اهلا بيكم من جديد. في اهتمام كبير بمنظومه الصحه خلال السنوات اللي فاتت، وبالفعل تم اطلاق العديد من المبادرات الرئاسيه تحت شعار 100 مليون صحه. ومن ضمن المبادرات دي مبادره العنايه بصحه الام والجنين، اللي تمكنت من انها تفحص 1,800,000 سيده منذ اطلاقها ولغايه دلوقتي. هذه المبادره منا هدفها هو الكشف المبكر عن الاصابه بالامراض المتنقله من الام للجنين، وتوفير العلاج والرعايه الصحيه بالمجان، وكمان بتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي ومرض الزهري للسيدات الحوامل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد، أرحب حضرتك والسادة المشاهدين جميعا. يا أهلا بيك. مبادرة مهمة جدا من السيد الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، عايزين نعرف ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة. هي المبادرة ابتدت تدريجيا في مارس 2020 في بعض المحافظات، وبعدين توسعنا وأصبحنا بنغطي الجمهورية كلها في بداية عام 2021، بقينا بنغطي جميع محافظات مصر 27 بأكثر من 3500 أو ما يقرب من 4000 مركز لتقديم خدمات المبادرة. في خلال المرحلة اللي فاتت قدرنا إن احنا نفحص زي ما حضرتك أشرت، تجاوزنا 1,800,000 سيدة حامل. هي المبادرة الحقيقة بتستهدف فحص السيدات الحوامل، الكشف المبكر عن عوامل الخطورة في الحمل، ودي بنقسمها شقين. شق مهم جدا، وده كان لأول مرة يعني يتعمل في مصر، ويمكن من أوائل الدول في الشرق الأوسط اللي طبقوا، وهو الخاص بفحص الأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين، ودي بتشمل ثلاث أمراض حقيقة: فيروس الالتهاب الكبدي بي، وفيروس نقص المناعة البشري HIV، ومرض الزهري أو البكتيريا مسببة مرض الزهري. والشق الآخر من عوامل الخطورة هي الأمراض غير المعدية ولكنها بتسبب خطورة على السيدة الحامل وعلى الجنين، ودي بتشمل الأمراض غير السرية: الضغط، السكر، الأنيميا طبعا، ومشاكل سوء التغذية. ده بيبقى الهدف الأساسي اللي بتشتغل عليها المبادرة، ودي بيتم تقديمها للسيدة الحامل في أول زيارة ليها لأقرب مركز أو منشأة رعاية صحية أولية قريبة من محل سكنها. امتى المبادره بتقف دكتور فوزي، وامتى بتنتقل الام من المتابعه مع هذه المبادره لمتابعه بقى اخرى، وهي الاهتمام بصحه الام والجنين والطفل المولود بالفعل؟ تمام. احنا فعلا يمكن المبادرات الرئاسيه اللي هي الصحيه الحقيقه العظيمه اللي انطلقت كلها تحت شعار 100 مليون صحه في 2018 مبادرات صحيه متكامله. فزي ما حضرتك بتقول، احنا فعلا بنشتغل اثناء فتره الحمل على السيده الحامل من خلال مبادره الام والجنين. بمجرد ولاده الطفل والام احنا بنستمر في متابعتهم لمده 42 يوم برضه لتقييم واجراء التدخلات اللازمه فيما يخص عوامل الخطوره او اي مشاكل صحيه قد تحدث بعد الولاده. بتبتدي كمان هنا الطفل بيبتدي يتقدم له مبادرتين مهمين جدا، احداهما مبادره الكشف المبكر عن فقدان او ضعف السمع، والمبادرة الأخرى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. برضو ده بيتم في مرحلة ما بعد الولادة، سواء في الشهر الأول أو 28 يوم، وبتستمر متابعة الأم والطفل لحد 42. طيب ده عظيم جدا. دكتور فوزي، متابعة الأم في هذه المرحلة هي غاية في الأهمية بكل تأكيد، لكن من خلال 1,800,000 حالة اللي أنتوا قمتوا بفحصهم حتى الآن من خلال هذه المبادرة، هل اكتشفتوا عوامل خطورة مشتركة مثلا؟ هل عرفتوا ان في حاجة معينة بتصيب السيدات اثناء فترة الحمل او بعد الولادة مباشرة، او خطورة على صحة الاجنة والمولودين في هذا التوقيت، فبالتالي نعمل على حلها منذ البداية؟ بالظبط، ده الهدف الاساسي من المبادرة، هو ان انا مش مجرد ان انا اكتشف عوامل خطورة وما اعملش اجراءات، لا طبعا. الهدف دايما من اكتشاف عوامل خطورة هو اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على حياة الام والجنين، لان اكتشاف المشكلة عند الام والبدء في علاجها فورا من المشكلة الصحية بيساعدها على الشفاء من هذه المشكلة الصحية او من هذا المرض، او على الاقل السيطرة عليه. ان احنا مثلا عندنا هذه الامراض المعدية مثلا، اذا اكتشفنا الام مصابة بالزهري له علاج شافي، خلاص بتاخد جرعة وبتنتهي خطيته. اما ما يخص فيروس بي او HIV بيبقى الحقيقة علاج يعني مدى الحياة، ولكن بيسيطر تماما على الفيروس عندها وبيحميها من اي مضاعفات. فده لحماية الام. الشق الثاني بقى اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الطفل من العدوى، وده الحقيقة عندنا الحمد لله الاجراءات الوقائية لما بنطبقها بتبقى احتمالية إصابة المولود بهذا المرض المعدي أو انتقال العدوى من أمه ليه بتقترب من الصفر تقريبا. يعني في حين أن هو بدون الإجراءات الوقائية
بتزيد وممكن توصل احتماليه اصابته اللي هي ما يقرب من 50% احتماليه عدوى من الام للطفل. لكن مع التدخل الحمد لله حتى الان نجحنا في ان كل الامهات اللي اتشخصوا اتش اي في ولا طفل الحمد لله من ابنائهم اتنقل له الفيروس، وبرضه الامهات اللي كانت مصابه بفيروس بي يعني يمكن نسبه لا تتجاوز مثلا 3 او 4 في الألف، يعني من كل 1000 هم اللي حصلت معاهم احتمال يعني حصل عدوى للطفل، والحقيقه دي اقل بكتير جدا من النسب العالميه. النسب العالميه بتتكلم على ان احنا نحقق نسبه حمايه ب 93% 94% مثلا، لا احنا قدرنا نقترب من ال 100% او تجاوزنا 99% لحمايه الاطفال من العدوى. شكرا جزيلا ليك يا فندم دكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادره دعم صحه الام والجنين، شكرا جزيلا ليك.